اهلا بيكم حبايبي، طلبة الصف الرابع الابتدائي، عاملين ايه يا ولاد؟ يا رب تكونوا بخير، متميزين، متفوقين، شاطرين دايما. ربنا يكون معاكم، ربنا يوفقكم، ربنا يحقق كل امانيكم ان شاء الله. الحقيقة انا ببقى سعيد قوي لما اكون معاكم، يعني انا ببقى سعيد قوي قوي ببقى ان انا اكون معاكم واشرح لكم، ببقى اكثر سعادة كمان بالتعليقات الظريفة الجميلة بتاعتكم. النهارده مع بعضنا يا اولاد هنحل اكسرسايز اور ليسون 3 في كونسبت 3 1. اول سؤال طبعا احنا عارفينه بيبقى عباره عن ايه، بيبقى عباره عن تشوز. فاول سؤال يا اولاد بيقول مع بعضنا، ان ذا الكتريك ووتر كاتل، عارفين الكاتل؟ ها، اللي بيشتغل بالكهرباء عشان نسخن بيه الميه. ها، الكتريكال انرجي از كونفرتد انتو، طبعا بيتحول الطاقه الكهربائيه لطاقه حراريه ثيرمال. اتنين، وايل بلاينج الجيتار، لما بنلعب بالجيتار نعزف على الجيتار الطاقة نقعد تتحول إلى ساوند، طبعا الطاقة الحركية كينيتيك انرجي، عشان احنا بنحرك الأوتار تدينا أصوات جميلة، يبقى الكينيتيك تتحول إلى ساوند. تلاتة، انسايد ذا لايت بالب، جوه المصباح الكهربي الإلكتريك انرجي كونفرتد انتو، بتتحول لطاقتين واخدينها وسهلة جدا، اللي هي اللايت والثيرمال. فين بقى اللايت والثيرمال؟ أهي. أربعة، when you turn on، لما تشغل مصباح كهربي، لما نولعه، أوكي، لما نخليه ينور، زي electric energy travels through، التيار الكهربي بيمشي خلال إيه؟ until reaching the bulb، لحد ما يوصل للمصباح، طبعا بيمشي خلال الوايرز، والوايرز دي مصنوعة منين؟ من الكوبر، فاهمين يا ولاد؟ رقم خمسة. بص، the hair dryer، كل من الهير دراير اللي هو مجفف الشعر، والالكتريك ووتر كاتل الغلاية بتاع الكهرباء، ها، اللي بيشتغل بالكهرباء اللي هو الكاتل، الاتنين بروديوس، بينتجوا نقط انرجي، طبعا الاتنين بينتجوا ايه؟ ثيرمال انرجي، ما ده بيطلع منه هواء دافي وده بيطلع ميه سخنه. صم كينيتيك انرجي، بعض الطاقة الحركية is converted، تتحول إلى نقط energy due to the friction، نتيجة الاحتكاك. أول ما أقول الاحتكاك، الاحتكاك بيحول الطاقة الحركية لطاقة حرارية، يبقى thermal. طبعا بايكس تايرز اللي هي الإطارات بتاعة العجلة. اللي بعده يا محترمين، true or false، there is stored، توجد طاقة كيميائية مخزنة inside the food we eat، اللي احنا بناكله، true، في طاقة كيميائية مخزنة. As a result، نتيجة الفريكشن between bike's tire and the road، kinetic energy convert into chemical، ايه ده؟ الطاقة الحركية تتحول لطاقة كيميائية؟ لا، تتحول لطاقة حرارية. وين بيدالينج، لما نشغل البدال بتاع البايك، نسوق العجلة، the chemical energy in your body، الطاقة الكيميائية اللي في جسمك تتحول إلى طاقة حركية، true، صح. اوكي، طبعا يا ولاد انا بعد هنا على الأقواس عشان بعيدة شوية، اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين يعني والامور سهلة. energy can't be changed، الطاقة لا يمكن ان تتحول من صورة الى اخرى، false، ده بتتحول. اللي بعده scientific ايه term، المصطلح العلمي، a form of energy، شكل من أشكال الطاقة، produced tantum from electric lamp and affect our eye، الطاقة اللي بتطلع من اللمبة المصباح الكهربي وتؤثر على عينينا، طبعا light energy، نكتب light وجنبها energy، سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. اللي بعده، energy can neither created nor destroyed، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكنها تتحول converted from one form to another. هنا بيتكلم على مين؟ قانون بقاء الطاقة اللي هو ايه؟ law of conservation of energy، law of conservation of energy، لازم نحفظه يا ولاد، قانون بقاء الطاقة عشان مهم الحياة. The energy produced، الطاقة الناتجة من playing guitar، وانت بتعزف على الجيتار، الطاقة الناتجة، ايه ده عايز الكلام؟
ساوند، لكن لو قال الطاقة الداخلة يبقى إيه؟ يبقى كينيتك. The energy used to play a drum، الطاقة اللي بتستخدم to play drum عشان نلعب على الطبلة، ها؟ هنا طاقة إيه؟ كينيتك. الطبلة دي بتحول الكينيتك لإيه؟ للساوند. خلاص يا ولاد؟ في حاجة صعبة يا ولاد؟ أعتقد إن الأمور سهلة وبسيطة جدا، أوكي؟ مع بعضينا. نشوف يا ولاد الصفحة اللي بعديها اللي هي صفحة سيرت إيه؟ 5. يلا، هي أسئلة جميلة وسهلة، إن شاء الله مش هتعوى إيه؟ معانا. معلش يا ولاد، بظبط بس الصورة. كومبليت. When you ride a bicycle، لما تركب العجلة، نقط energy stored in your body، الطاقة نقط المخزنة في جسمك. طبعا ايه الطاقة المخزنة في جسمك؟ الكيميكال نتيجة الأكل بتاعك اللي أنت بتاكله، تتحول إلى نقط energy which causes the bicycle to move، تتحول إلى طاقة كينيتيك، مش عايزة حاجة، طاقة حركية. فاهمين يا أولاد؟ يبقى لما نركب العجلة، الطاقة الكيميائية اللي في جسمنا نتيجة الأكل تتحول إلى طاقة إيه؟ طاقة حركية. Some kinetic energy، بعض الطاقة الحركية of the bicycle is converted into not energy due to the friction، يبقى الطاقة الحركية تتحول إلى طاقة إيه؟ نتيجة الاحتكاك. thermal، لسه واخدينها وشرحناها. Electric lamp، مصباح الكهربي يحول الطاقة نقط into light and not، طبعا بيحول الطاقة electrical لمين؟ للايت اند ثيرمال، ما هو المصباح بيسخن. أربعة، a change of electrical energy into sound، تحويل الطاقة الكهربية إلى sound energy in the radio، في الراديو. Example is an example، مثال that proves، يثبت أو يبرهن the law of نقط، لما الطاقة بتتحول في الراديو من طاقة كهربائية لطاقة صوتية، يبقى الطاقة متفنتش، صح؟ طاقة تحولت من الصورة لأخرى، ده بيثبت صحة قانون إيه؟ law of conservation of energy، قانون بقاء إيه؟ الطاقة. آخر سؤال، energy can neither be created، القانون، الطاقة لا تخلق، لا تفنى، ولا تستحدث، nor destroyed، but only، ولكن converted. أنا حافظين القانون، الطاقة لا تفنى، destroyed يعني تفنى، ولا تستحدث، created، ولكنها تتحول من صورة إلى صورة إيه؟ أخرى. اللي بعده، give reason، أذكر السبب. you feel heat، بتشعر بالسخونة. when you put your hand، لما تضع إيدك near lighted electric lamp، لما تضع إيدك بالقرب من مصباح كهربي منور. ليه؟ because some of electric energy it change into thermal energy، جزء من الطاقة الكهربية، because some of electrical energy convert أو change، هي into thermal انرجي. فاهمين يا محترمين؟ يبقى جزء من الطاقة الكهربائية يتحول إلى طاقة حرارية، عشان كده بنشعر بالدفء أو بالسخونة. The presence of battery، وجود البطارية inside the toy car، جوه العربية اللعب. ليه؟ because in battery، ها، كيميكال انرجي، قول معايا، اتشينج او كونفيرت انتو الكتريكال انرجي. ها، ذات اوبريت ذا توي كار أو ذا كار. نقول تاني، يبقى ليه في بطارية
جوه العربية اللعبة، لأن في البطاريات تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية اللي بتشغل العربية. سهلة ولا صعبة يا ولاد؟ أقولها تاني، ليه في بطارية جوه العربية اللعبة؟ عشان في كيميكال انرجي تتحول إلى الكتريكال انرجي ذات اوبريت أو ذات موف ذا كار. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اللي بعده قربنا نخلص. What happen if you put your hand، ماذا يحدث لو وضعت ايديك near the lighted lamp؟ ها you will feel warm، تشعر بدفء. خلاص then what happen if you put your hand، لو حطيت ايديك بالقرب من مصباح كهربي يحصل ايه؟ يلا فكر معايا. you feel warm، تشعر بايه؟ دفء. ليه؟ because some of electrical energy، جزء من الطاقة الكهربائية convert into thermal energy. سهلة يا ولاد ولا صعبة؟ تاني، يحصل ايه لما تحط ايديك بالقرب من مصباح كهربي؟ هتشعر بدفء، warm. ليه؟ because لان جزء من الطاقة الكهربائية يتحول الى طاقة حرارية. اللي بعده يلا قربنا نخلصها. عاطيني الشكل ده عبارة عن بطاريات وده كشاف منور اهو. ماشي. figure 1 convert في الشكل ده نقط، الشكل ده بيحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط. هنا في كيميكال صح؟ طاقة كيميائية تتحول إلى إلكتريكال، طاقة كيميائية تتحول إلى طاقة كهربائية. في الشكل ده بقى تحول الطاقة إيه؟ ها؟ طبعا دي تحول لكيميكال. لما ده يبدأ يشتغل، آسف، دي الكيميكال بتحول لإلكتريكال. ده بقى لما بيشتغل إيه اللي بيحصل؟ الإلكتريكال energy convert into تحول لايت، ضوء، وايه؟ والثيرمال. طيب اللي بعده واضح يا ولاد كده الصورة؟ ها اللي بعده بقى the energy chain، سلسلة الطاقة that is produced اللي بتنتج due to inserting، لما بنضع فيجر 1 لما نضع البطارية دي جوه الكشاف ده سلسلة الطاقة بقى بتمشي ازاي؟ نقط انرجي ستورد ان فيجر 1، هنا الطاقة مين اللي مخزنة؟ يبقى هنا كيميكال، تتحول إلى طاقة نقط ان ذا واير في السلوك يبقى الكتريكال، اللي بتتحول إلى نقط ونقط في اللامب تتحول إلى لايت والثيرمال. فاهمين يا ولاد؟ سهل جدا كده. بخلصنا يا ولاد اكسرسايز اور ليسون 3. اتمنى ليكوا يا حبايب قلبي يا محترمين ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم. اي حاجه مش فاهمينها اكتبوا على التعليقات او في التعليقات، اي حاجه عيدها مره واتنين وتلاته. المهم ان انتوا تكونوا فاهمين وشاطرين، وربنا معاكم وربنا يوفقكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.